اجتمع سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالسيد أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر تقنية الاتصال المرئي. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التي تهم القطاع السياحي تحديداً بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تم خلال الاجتماع بحث اهم الخطط والبرامج الحكوميه التي قامت بها مملكه البحرين والمملكه العربيه السعوديه الشقيقه لدعم هذا القطاع الحيوي وزياده سبل التعاون وتفعيل السياحه البينيه بين البلدين الشقيقين. ونوه الزياني الى اهم الخطوات التي انتهجتها حكومه مملكه البحرين في النهوض بالقطاع السياحي الذي اصبح اليوم ركيزه من ركائز التنميه الاقتصاديه في مملكه البحرين.